أنا ولله الحمد مواظبة على صلاة الضحى أو على ركعتي الضحى. في يوم من الأيام وضعت على رأسي ما يسمى وما يعرف بالحنة، ولم أتذكر الصلاة إلا بعد وضعي للحنة على رأسي، فهل علي شيء في ذلك جزاكم الله خيرا؟ صلاة الضحى سنة ليست واجبة، إذا تركتيها فلا حرج عليك، سواء وضعتي على رأسك الحنة أو لم تضعي. صلاة الضحى سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والمسلم بالخيار، إن شاء أن يفعلها وله أجر، وإن شاء أن يتركها ولا حرج عليه. نعم.